هاي، انا هبدا احل معاكم اخر اخر هوم ورك. تمام، ثانيه واحده. اخر هوم ورك هناخده. اوكي، بس انت عارف الجاهل، نبدا من تحت. تمام، هم 60 سؤال. انا اكيد 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 هقول الفكره بس بتاعت كل سؤال بسرعه كده، عشان 60 سؤال. انت ممكن تبقى مذاكر كويس، فانت مش جاي على طول بقى تشوف الهوم ورك على طول، انت الهوم ورك على طول. انت مذاكر وعارف افكار، جاي بس تشوف الحاجات اللي انت مش عارفها. فاهم حاجه؟ بس عشان اكيد مش هقول، مش هحل الاسئله للاخر كلها، يعني هحل مثلا كام سؤال للاخر كده. تمام ماشي. ثانية واحدة. ثانية واحدة كده، مبيتحلش. مش اوكي، هبدأ دلوقتي حالا. في ايه؟ هبدأ بالسؤال ده، هو كم؟ هبدأ بآخر سؤال. اوكي، آخر سؤال بيقول ايه؟ احنا عندنا آخر سؤال بيقول ال intersection point مع of the circle مع ال x axis. هي باينة قوي مع ال x axis، يعني ال y بزيرو. عايزين نجيب ال intersection point، فهنعمل x minus 2 باور 2 هتبقى equal 16 عشان ال y بزيرو ما مع ال x axis. بس خلاص هنحل ده ونجيب ال intersection point. هتبقى ال x minus 2 equal positive or negative 4. هتعمل مرة ال x minus 2 equal 4 ومرة ال x minus 2 equal negative 4، وتبدأ تجيب ال x هنا، هتطلع معاك 6 و 0 و negative 2 و 0. تمام ماشي. بيقول لي if x axis intersects the circle whose equation. هو أول حاجة بيقول لي ايه هنا؟ ثانية واحدة بس كبر عشان حاسة اني ماشي. ثانية واحدة. تمام، ثانية ثانية، سوري من أول الفيديو كده. بس تمام، احنا بقالي سؤال هنا، هنا 59. اوكي، 59 بقى بيقول لي ايه؟ 59 بيقول لي كده، بيقول لي لو احنا عندنا، لو احنا عندنا ال x axis intersects the circle whose equation x power 2 plus y power 2 equals 49، يعني 0 0، ده ال radius صح؟ ايه ده، قصدي center صح؟ طب ال radius هنا عندي بكام؟ ال radius هنا ب 7. add the two points A B. انا عايز ال A B. هو باين قوي الرسمة بتاعتها، لو احنا رسمناها ادي ال circle اللي بت intersect ال x axis، فهنا 7 و 0 وهنا negative 7 و 0. تمام، واحنا جبنا ال radius بايه؟ هنا 7 وهنا 7، واحنا عارفين ان السنتر هنا بايه؟ بزيرو زيرو. فالسيركل هتبقى شكلها كده. فانت بذمتك هنا مثلا A وهنا B، يبقى A وB هتبقى بكام؟ 14. ماشي، بعدين السؤال اللي بعده. ماشي، انا بدأ من تحت كده. اول سؤال سهل، انت انترسكت مع الاكس اكسس وانترسكت مع ما. والسؤال اللي بعده برضو سهل، بيقول لي عايز ال A B، فسهل. بس الجمل دول سهلين، نخش بقى على السؤال الأسئلة التانية اللي شبه بعض دي. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي length of tangent segment to the circle. لو انا رسمت السيركل، لو انا قدامي السيركل دي from the point 0 to R، تعال نرسمها. ادي 0 to R، ادي point. انا عايز اجيب length of the tangent segment to the circle، يعني ادي السيركل، ادي length of the tangent segment ده اللي انا عايزاه to the circle. ادي هنا السي، وهنا طبعا هتبقى بربنديكولار كده. انا عايز اجيب اللينس ده. طب انا عندي radius، radius هنا بايه؟ من x power 2 plus y power 2 equal r power 2. فانا عندي من هنا السنتر 0 0، وعندي الراديوس بايه؟ بار. يعني انا عندي الحته دي بايه؟ بار. طب عندي الهايبوتنس اللي هي دي، عندي، مش انا عندي السنتر ب 0 0 وعندي الحته دي ب 0 2 r. تعالي نجيب الديستنس اهي، عشان لو عندي 2 بوينتس زي كده هنا 2 بوينتس، اعرف ايه الديستنس بين ال 2 بوينتس دول. بعمل ايه؟ بعمل روت واعمل x2 minus x1 باور 2 plus y2 minus y1 باور 2. هعمل 0 minus 0 باور 2 هيبقى 0. تمام، 2r minus 0 باور 2 فهتبقى 4r باور 2، فهيطلع من الاخر 2r. طلع معايا 2r، يعني الحته دي ب 2r الحته دي بار.
كده بقى معايا ايه شكل تراينجل اهو، في الحته دي ب 2r والحته دي ب r، اعرف اجيب اللينس ده، هو ده اللي انا عايزاه، هو ده اللينس اوف تانجنت سيجمنت اوف ذا سيركل اللي هو ده فروم بوينت اللي هي 0 تو r. هستخدم ايه بقى؟ انا عندي دي بيرنديكولار، هستخدم بايثاغورس، هتطلع هنا 4r باور 2 ماينس r باور 2، عشان هنا ده ماينس ده، اعرف اجيب اللينس ده عشان ده هايبوتنس، ده هايبوتنس وده سايد عادي في الترينجل، فهيبقى ايكوال 3r باور 2، يعني هيطلع روت 3r. هل فيها مشكلة؟ مفيش مشكلة، نخش على اللي بعده. معلش عايز اتأكد من حاجة بس كده، دي البيج الأولانية فيها حاجة؟ البيج الأولانية كان أنا حاسة إن أنا في سؤال سبته، 85 كان عايز ال AP، هنا كان عايز ال intersect مع، فهم التلاتة مفهومش أي حاجة. في سؤال أنا سبته ولا مفيش؟ ثانية واحدة هنعرف دلوقتي، مفيش سؤال أنا سبته. تمام كده الأربع أسئلة مفهومش أي حاجة صح؟ مفيش سؤال أنا سبته. هاتي البيج اللي بعدها بقى، أنا بقول بسرعة، أنا أجيب أول بيج، أنا كده أخدت آخر بيج، هاخد أول بيج. سوري لأ كده كده مش هناخد ولا بيج، ماشي هناخد البيج الأولى والتانية بسرعة عشان هما سهلين أوي. ادي البيج الأولى، تمام البيج الأولى بقى بتقول ايه؟ أخيرا أخدت آخر بيج وأول بيج، تمام آخر بيج ما كانش فيها أي حاجة، أنا جبت اللينس of tangent وجبته intersect مع ال y axis، intersect مع ال x axis، فبحط ال y بزيرو وأجيب ال intersection point اللي هي ال x مع ال x اللي هي طلعت negative 6 و 0 وحاجة تانية، وكانت رسمة تانية ما فيهاش أي حاجة، فالأربع أسئلة ما فيهمش حاجة. The center of the circle بنجيبها ازاي؟ The center of the circle in which its diameter AB، هو بيقول لي ان هو عايز ال center of the circle، وانا عندي هو مديني ال A B اللي هو ال diameter اللي هو ده، تمام مديني ال A point ومديني ال B point، اعرف اجيب ال center هي ال mid point. هنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل negative 1 plus 5 over 2 عشان نعرف نجيب اللي في النص، بعد كده 3 plus negative 3 over 2، فهتطلع اني هتطلع B، تمام دي اول واحدة. تمام شو انا قلت، هو الفكرة على طول مفيش اي حاجة اصلا. عايز ال radius length of the circle with the equation، احنا بنجيب ال radius ازاي؟ ال radius كنا بنجيبه على الطريق ال root من ال L square plus ال K square minus ال constant. مين ال L وال K؟ ال L وال K دول اللي هما ال center بتوع ال circle، تمام. فانا عايز اجيب ال L وال K، ال L هتبقى equal negative half coefficient ال x هتبقى 2، negative half negative half coefficient ال y هتبقى ال K negative 1، تمام كده فيها مشكلة؟ كده انا عندي ال L ب 2 وال K ب ايه؟ ب negative 1، تمام. عندي ال constant بكام؟ ب negative 4، باخدها بالساين بتاعتها. عارف اجيب ال radius؟ او نعمل substitution هنا هتطلع معاك في الاخر ايه؟ على طول بقى، عشان هتبقى root L square plus، يعني هتبقى root 4 plus 1 minus 4، فهتطلع انهي واحدة؟ هتطلع 3. اللي بعدها، تمام تمام اللي بعده بيقول ايه؟ احنا في 3، ها 3 بقى بتقول ايه؟ انا عايزه اتشيك من حاجه بس ماشي هقول 3 الاول. 3 بتقول ايه؟ بيقول لي radius length of the circle whose equation نفس السؤال، بقول لك ايه، هو مديكي اصلا ايدي ال equation وعايز ال radius length. يا جماعه نفس الفكره، هنجيب ال radius ازاي؟ هنجيب ال L وال K وعندنا ال constant، بس عايزين شكل ال equation، لازم نفك ال bracket ده، هتبقى x باور 2 بلس ال 4 بلس ال 4x first by first second by second first by second by 2 بلس ال y باور 2 بلس ال 2y equal mean 0. تعرفي تجيب ال constant؟ اه ال constant هنا ب 4. تعرفي تجيب ال L؟ اه ال L هنا بكام؟ ب negative 2. تعرفي تجيب ال K؟ اه ال K هنا هتبقى بكام؟ ب negative 1. negative half coefficient ال y، هنا negative half coefficient ال x، وهنا ال c. نعرف نجيب ال r؟ اه هتبقى 4 power 2، تمام هتبقى قصدي 1 2 power 2 plus ال 1 power 2 minus ال a ال 4، عشان ال 4 هنا بكام؟ ب positive عادي، فهتبقى minus ال 4، فتطلع في الاخر ب 1. هل فيها مشكلة؟
كلهم نفس الفكرة يا جماعة، من قانون من الحاجة اللي انتوا اخدتوها عشان تجيبوا الريدس، اللي هو روت ال سكوير بلس الكي سكوير ماينس الكونستنت. تعرفوا تجيبوا ال والكي عن طريق انها نيجاتيف اوف الكوفيشن بتاع الاكس، ودي نيجاتيف اوف الكوفيشن بتاع الواي، والكونستنت بيجيبوه الساين بتاعته اللي هو بيبقى ده. اوكي بيقول لي اف ذا، هنا عايز الدايمتر اللينس او ذا سيركل نفس الحاجة، مش هقولها هتجيب ال وهتجيب الكي، بس الفكرة هنا ايه، ان احنا لازم الكوفيشنت بتاعة الاكس هنا تبقى ب 1، فهتبقى اكس باور 2 بلس واي باور 2 بلس 16 ال. طب ثانية انا هعمل ديفايدد 4 ديفايدد 4 ديفايدد 4 ديفايدد 4 ديفايدد 4، فالايكويشن عندك هتبقى كده اكس باور 2 بلس واي باور 2 بلس 4 اكس ماينس 2 واي ماينس 4 ايكوال 0. فدي الايكويشن اللي عندك. الايكويشن دي بقى هتجيب منها ال، هتجيب منها الكي، هتجيب منها الكونستنت، هتعرف تجيب منها الريديس، فهيطلع بعد ما تجيب الريديس تجيب مين الديامتر، هتطلع معاك 4a، فرقة تطلع ب6. تمام. طيب نمبر ايه، اني واحدة نمبر 5. نمبر 5 بيقول لي لو 2 straight line y equal negative 6 y equal 8 or 2 tangents للcircle. تمام. عايز الريديس لينس، والله بس انا هرسمها لك اهي. تمام. انت عندك ايه ال y equal 8 يعني هنا سي، هتبقى هنا y equal 8 وهنا y equal negative 6، رسمتها كده دي عشان y equal 8 يعني 0 و 8 0 و 8 تمام، 0 و negative 6 هو ده الايكويشن اللي عندك بتترسم كده. اوكي وعندك السيركل اهو، لان دول 2 tangents للسيركل اهو. تمام. يبقى الحتة دي بكام؟ الحتة دي ب 8، الحتة دي بكام؟ الحتة دي ب 6، يبقى 6 بلس 8 كده الديامتر بكام؟ 14. يبقى الريديس بكام؟ 7. عارفين المشكلة؟ اللي بعده بقى بيقول لي ايه، لو انت عندك ايه، لو انت عندك هو انت لو مش داخل بصص على الاسئلة اصلا وجاي تبص على كده انت مش هتفهم حاجة، انت لازم تخش تبقى عارف الاسئلة اصلا. if the straight line y equal to touches the circle m whose center 6 و 9. لو انا عندي ادي سيركل تمام، السنتر بتاعي فيرست كوادرانت بين اهو 6 و 9، يعني عامل كده وادي 6 و 9 تمام، ده السنتر. بيقول لي لو اللاين ده تاتش ذا سيركل عند واي ايكوال 2 يعني كده حلو، يبقى الريديس هنا بكام؟ بص لما يتاتش هنا عند الواي ايكوال 2 الحته دي كلها بايه؟ ب 9 و 6، يعني الحته دي 9 الحته دي ب 6، هي 6 و 9 الحته دي ب 6 وطلع 9 صح. تمام. يعني لما ماينس هنا الواي ال 2 نعرف نجيب الريديس، هيبقى 9 ماينس 2 يطلع بكام؟ 7. ارسمها قدام عينك هتفهم، زي ما انا رسمها كده، انا رسمت سيركل وعملت السنتر تمام ب 9، الحته دي اللي هي كام؟ ب 6، وطلع الحته دي اللي هي كام؟ 9. ادي 6 و 9 تاتش التاتش من اللاين اللي هو equal y equal a 2، يعني الحتة دي بكام؟ ب 2، هي كده 0 و 2، الحتة دي يعني دي ب 2 والحتة دي كلها ب 9، يبقى عشان اجيب الريديس ده بكام؟ 9 minus 2 يطلع 7. تمام. نمبر كام؟ نمبر 7. بس عشان اخلص اول بيج اهو، نمبر 7 بقى. نمبر 7 بيقول ايه، انا هاخد اخلص البيج دي وبعد كده هروح للبيج اللي قبل الاخير، بحب بالكلام. نمبر 7 بقى، نمبر 7 بيقول لي radius length of the circle، يعني دي سيركل. اوكي دي الايكويشن بتاعه السيركل، هو عايز الريديس. بص بقى الشكل اللي قدامك ده مضايقك في ايه، في ان وام الكلام ده. بص انت لازم اول كوف عشان تبقى اصلا كبير، يعني ان هي تبقى سيركل لازم تبقى، لازم يبقى الكوفيشنت بتاع الاكس باور 2 هنا ب 1، يعني ال n plus 3 equal 1، يعني ال n هنا هتبقى equal ايه، هم minus 3 هم minus 3 يبقى 1 minus 3 هتطلع negative 2. عملت كل ايه، هكمل. تمام. احنا عندنا وقفنا لحد فين؟ وقفنا لحد خش على البيج دي وهرجع لاخر كام سؤال اللي هو كان هنا. تمام. هو هنا بيقول لي ايه، بيقول لي انا عندي هنا لو الواي اكسس تانجنت للسيركل ميزان الام هتبقى بكام. هو اولا معنى ايه ان الواي اكسس تانجنت للسيركل، الواي اكسس تانجنت للسيركل يعني عامل كده،
تمام كده. يعني انا عندي ال r equal absolute ال n، تمام. ال radius هو absolute ال n، مش هنا ال ونطلع k، تمام. تمام، انا عايز اجيب ال m دي، اجيبها ازاي؟ بص، انا عندي ال r equal absolute ال n، يعني انا عندي ال r equal عندي كده ال l بكام؟ negative 2، يعني absolute ال l يعني ال r equal 2. هل مادام ال r equal 2 وعندي ال l، اقدر اقول من الحاجة اللي احنا اخدناها ان ال r equal root ال l square plus ال k square minus ال constant. انت عندك ال l، عندك ال r، عندك ال k، ما هي دي اللي انا عايزاه، بس عندي ال constant. هيبقى عندي ال r هنا equal كام؟ ال r هنا equal ال l، يعني equal a equal to equal root ال l square اللي هي كام؟ اللي هي 4 plus ال m bar 2 ولا ايه؟ لا مش ال m bar 2، هتبقى negative m over 2، يعني m bar 2 over، عشان هي اصلا ال center بتاعنا هنا كام؟ negative 2 و negative m over 2، تمام؟ فال سكوير بلس الكي سكوير اللي هي ال والكي ماينس الكونستنت هي ماينس 4، باي سكويرنج التو سايدز هتبقى 4 ايكوال 4 بلس ام اوفر 2 اوفر 4 ماينس 4. هل هي مشكلة؟ 4 ماينس 4 هتبقى 0، هتبقى ام اوفر 2 اوفر 4 ايكوال ايه؟ 4، يعني ام اوفر 2 ايكوال 16، يعني الام ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف ايه؟ 4، يعني هتبقى دي، تمام؟ خش على اللي بعده. فاكرة كل الأسئلة اللي جاية هتبقى بنفس الطريقة، هي نفس الفكرة. يعني السؤال ده هو بيقولك circle whose equation بالشكل ده، بيقولي touches the x axis. نبدأ نترجم بقى touches the x axis يعني ايه؟ يعني ال r equal ال k، تمام. ال r equal ال k، تمام. ال r equal هي ال و k، ال و k as ال r equal absolute ال k، تمام. من ده احنا عندنا ال r power 2 equal ال l power 2 plus ال k power 2 minus ال constant. عندك ال r power 2، عندك ال k، انت عندك ال center بجام؟ ب 3 و negative 4. نعمل substitution كده، تبقى 9 plus 16 minus ال constant اللي هو عندي plus c equal ال r power 2 اللي هو كام؟ اللي هو absolute ال k اللي هي 4 power 2 يعني 16. يعني من الآخر ال negative c هتبقى equal negative 9، يعني c هتطلع بكام؟ ب 9. هل فيها مشكلة؟ مفيهاش مشكلة. 49 كلهم نفس الفكرة، مش نفس الفكرة، بيديك ال r مش عارفة ايه وكده، ويديك ال يديك قصدي ال point معينة ويقول لك حاجة فتعرف تجيب منها الحاجة التانية، فاهم ايه؟ بيقول ال x axis touches the circuit، برضه نفس الحاجة. يعني انا عندي ال r equal absolute mean ال k، ابدأ ارسمها واعرف. انت عندك هنا السنتر هيبقى كام؟ نيجاتيف ام اوفر 2 و نيجاتيف 2، صح؟ وده الكونستنت كله اللي هو 7 ماينس 3 ام، تمام. فهنعمل ال r اللي هي كام؟ ال r اللي هي ابسولوت ال k اللي هي دي، يعني 4 ماي r باور 2 ايكوال ال l باور 2، يعني m باور 2 اوفر 4 بلس ال 4 بلس ال constant اللي هو 7 ماينس 3 m. طبعا مش بلس عشان انا دلوقتي كده، هي ماينس ال constant ده كله. فهنوصل في الاخر 4، هنماينس هنا 4 وهنماينس هنا 4، فهنوصل في الاخر ان m over 2 over 4 ماينس 7 ماينس 3 m، الكلام ده كله equal ايه؟ 0. هعمل باي 4 هتبقى m باور 2 ماينس 28 ماينس 12 m ايكوال 0. دي كوادراتيك ايكويشن، هنحلها على الكالكوليتر.